المطعم اللي اشتقت له والله حق ماما عايشه اسمه، عندها كباب برياني. يوم كنت اول مره عندهم يوميا والله في الاسبوع 3-4 مرات. الحين رحت عندهم يقول لي تعال بكره ما في، هذا اسم المطعم. والله عندهم اكل، عندها كباب رز وكباب شيء والله. يلا ان شاء الله اجيهم بكره، الحين روح دور لي محل ثاني، مطعم ثاني يبيع شاورما ان شاء الله اني احصل كمان. لا شاورما موجود. عندهم حاجه غريبه هنا، يد عندي في الجوال 4 تقريبا تماما او 4.5 يأذن، عندهم 5 تماما. يعني كل مسجد له هذان، يعني تصلي هنا هذول مسجد مثلا جنبنا يصلون 5.5، تمشي كذا قدام مسجد ثاني يصلي 5، شوية ترجع ورق مسجد يصلي تقريبا 4.5. عندهم المساجد غريبة هنا. اي ديك او دجاجة هذه على حافة السطح. طب لطيح العب غراب، هذا هذا اللي يحرس البيت، هذا اللي يحرس بيتهم لا يطيح. وهذا ما ادري ايش قصته الصراحة، لازم نسأل الجار. تو هنا الجار ولد تعرفنا عليه، اسمه ايش قال؟ ايرين، اسمه ايرين. يقول لي تعال قاعد اسوي باربيكيو مدري ايش، قلت له لا انا توي ماكل. يقول لي خلاص الاسبوع الجاي. قلت له طيب بيسوي باربيكيو مدري ايش. طبعا قلت له ايه اسلم، يجيبه من هنا يعني بدل ما يضرب مشوار يديني اياه من هنا. تعرفنا عليه. العافيه.